شاركت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم باجتماع مجلس أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمتابعة ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة وكيفية إدماج الشباب والأطفال باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث ناقشت الوزيرة على هامش الاجتماع ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة الأممية إلى جانب كيفية تركيز الرؤية على إدماج الشباب بها والمحاور التي ترتكز عليها. وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها بالاجتماع دور الشباب وكيفية تركيز رؤية مصر 2030 على تقديم الدعم الوافي لهم.